دلوقتي انا اعمل زي ما الناس ما بتعمل، هعدي على الناس، اللي عامل لي فولو هدي له حلاوه، واللي مش عامل لي مش هدي له حاجه. يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ حضرتك عامل لي فولو؟ ايه حضرتك عامل لي فولو؟ عامل لك انت؟ ليه؟ لو عامل لي فولو هتاخدها. عامل لي فولو ولا لا؟ اول مره اشوفك. عايز اكسبك يا حاج. ازاي اول مره تشوفني بس؟ افتكر يا حاج، ابوس ايدك. عايز اكسبك. افتكر، ما شفتش الوش ده قبل كده؟ لا والله شفت. ما شفتنيش معدي؟ يعني اكذب عليك؟ اول امبارح انت مش كنت معدي من هنا برضو؟ قلت لي سلام عليكم. ما كنتش معدي من هنا يا حاج. ركز يا حاج. هي يو، احنا النهارده هننزل نوزع حلاوه المولد على الناس في الشارع. ووفرها، ادانا حلاوه المولد ببلاش عشان نوزعها على الناس. يلا بينا نشوف الحوار ده. دلوقتي احنا جبنا العلبه اللي هي بالمكسرات. والله ما بسترخص، مش هوزع اي. دلوقتي احنا جبنا العلبه اللي بالمكسرات عشان نوزعها. هو في، يلا يا عم. دلوقتي احنا جبنا علبه المكسرات. لا بقى يا عم. ودلوقتي هنوزع حلاوه المولد. اشتري حلاوه المولد. ثانك يو. يو دونت سبيك عربيك. تراي فور فري. يلا يا عم، ويلكم تو ايجيبت. عشان ما نضربش السياح. بتحب ايه من حلاوه المولد؟ بحب البسبوسه. البسبوسه؟ هي البسبوسه نزلت حلاوه المولد. استنى. في الله بيقول حبيبي. يو كان سبيك عربيك. شوي شوي. سبيك اني عربي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي يا بلدينا. وير ار يو فروم؟ ام فروم اسوان. اوكي اسوان. انت من بورسعيد؟ تعالى صور معايا. ده النهارده بقى هنديك حاجه انت بتحبها قوي، بتموت فيها، السمسميه. كلام كبير ومن العبد كمان، عشان انت من بورسعيد وكده. دلوقتي احنا بنوزع حلاوه بمناسبه حلاوه المولد، فاحنا اللي هيطلع معانا هنديهولك، بس لازم تقول لنا ليه اتسمى بالاسم ده. اهو بص، بشكل عشوائي انا مش باصص. دي اسمها ايه اصلا؟ اللوزيه. ليه سموها اللوزيه؟ ما تمسكهاش بس لا تعرف. عشان كلها لوز. عشان كلها لوز. هي ماشيه كده يعني. احكي لنا موقف مع السمسميه، بما انك بورسعيدي ومدري شنو وحاجات كده. السمسميه يعني النادي المصري. النادي المصري البورسعيدي يعني رقم واحد في بورسعيد كله. بص، بيلعب كره سمسميه. ده زي التيكي تاكا. بتحب ايه من حلاوه المولد؟ اي حلاوه. اي حاجه، كلها حلاوه. تاخد البسبوسيه شغاله معاك. طب احنا نديك حاجه حلوه، الملبن السحري. ما هي ازاي تخش علينا كده واحنا بنصور؟ ما اعرفش، انا شفتك ما قلت سلام عليك. طب تعالي اشتركي معانا. طب خدي البندقيه. شكرا. بس حاسبي لا تضربي عيار طايش ولا لا. سلام عليك. انت ايه بقى مش عاجبك الملبن ليه؟ الست خدت البندقيه ما فتحتش بقها. هاي فروم ذا يو كي. وانت يا عم صباح الفل يا عم. تعالى، ده انا اقسم بالله افتعل معاك المشاكل. وير ديد ليرنينج ار؟ ام ليرنينج ازهر. في الازهر. انت بتدرس في الازهر؟ هيز بيكيم ا مسلم فروم وان يير اجو. انت اسلمت؟ اللهم بقى يا عم، الف مبروك يا عم. طب مش طب والله العظيم. بمناسبه ايه دخولك الاسلام؟ ممكن تدوق الشكلاميه. دوق. تراي. تراي. هنصور هنا براحتنا بقى. انا اديتك القتاوة. ومعانا دلوقتي مواطن. احنا بنوزع حلاوه المولد، بس لازم تقول لنا موقف حلو عشان نديك حاجه حلوه، ولو وحش هنوزع عليك حاجه حادقه. كان في خناقه في الطوارئ. هو انت دكتور؟ ملاك الرحمه. لا لازم نوزع عليه. خد ملبن. بيقعد عندكم للسنه اللي بعدها صح؟ لا، اللي هو البتاع اللي لونه ابيض، اللي هو بيتضرب. هي دي صح؟ هي دي. لا مش عاوزها. ماليش فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. ما انا مش فاهم الصراحه، مش عارف، مفيش حاجه جايه على بالي دلوقتي. اسمك ايه؟ اسمي زياد. دي حاجه كنت انا جايبها. سلام. معانا حاجات كتير وعايزين نوزعها، فهنعمل اختبار. تاخد دي ولا تضبلها وتسيبها للي بعدك؟ تاخد دي ولا تضبلها وتسيبها للي بعدك؟ اللي بعدك؟ تاخد دول ولا تضبلهم وتسيبهم للي بعدك؟ ضبلهم وسيبهم للي بعدك. عشان انت راجل محترم، هنديك اكتر حاجه انت بتحبها. قرص ال 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 اديها للي بعدي برضه. خلاص يا عم، ده انت راجل خير جدا. تاخد دول ولا تسيبهم للي بعدك؟ أي بعدك. واحدة. اي واحده. تاخد واحده بس. انت راجل قنوع يعني؟ الحمد ماشي لله. يا فنان. تاخدي دول ولا تضبلهم وتسيبهم للي بعدك؟ نضبلهم. طب عشان انت ست بتحب الخير، هنديكي هديه، قرص سمسميه. مش عاجبك ولا ايه؟ ولا تضبليه وتسيبيه للي بعدك؟ تاخد دول ولا نضبلهم ونديهم للي بعدك؟ لا للي بعدك. الناس كلها ناويه خير ليه النهارده؟ هو في ايه؟ النهارده ايه؟ تاخد دول ولا تضبلهم وتسيبهم للي بعدك؟ لا سيبهم للي بعدك. هو ما حدش عايز ياخدهم ليه؟ اكمنهم كلهم ملبن يعني؟ ما اللي اتبقوا. تاخد دول ولا تسيبهم وتضبلهم للي بعدك؟ كترهم وتسيبهم للي بعدك ولا تاخدهم؟ لا اخد واحد على قد بس. طب ما تاخدهم. لاولادي ماشي سامح؟ لمسامح. مسامح؟ ايوه مسامح. والله العظيم حبيبي. وخد ده لعم عبده وده للحاج سيد، وبلغ لي تحياتهم. ده لعم عبده. اهو عم عبده. عم عبده خد بيبي. والله مسامح، والله العظيم مسامح.
الله خير الراجل ده ربنا يخليك حبيبي والله ربنا يخليك هبهب جدا في ايه في ايه انت جاي متاخر ليه وزعنا انت اسمك ايه علاء حبيبي يا استاذ علاء في هو في ايه اللي بيحصل سام طابع يا عم احمد هو في ايه يا جدعان هو باركيت دعاوي فين يا عم مفيش اي حاجه والله خلاص سلام عليكم انا هجيب واحده من عندي اخلق هو انت ليه مش عايز تاخدهم هو ليه عايز توزعهم والله مسامح على الطلاق الراجل مسامح انت تعالى لي بقى انت في ايه مش عارفين نصور الكلمتين انت انا هفتعل معاك المشاكل دلوقتي بابا ولو عايزين تشتروا حلاوه المولد من العب هتلاقي عروض على ابلكيشن وفر علبه الحلاوه الساده 32 قطعه ب 275 جنيه بدل 370 والمكسرات ب 390 جنيه بدل 520 وبعدين تلاقينا على تسيبس وعروض وفرها العلبه ال 21 قطعه ب 205 بدل 275 وخدناهم عشان نوزع على الناس يلا بينا لو قفلت مع اللي بيتكلموا دلوقتي هتكسب معانا حلاوه المولد ده قفل اهو الراجل الزواقه المحترم تحب تجرب معانا حلاوه المولد ببلاش الراجل الزواقه المحترم كسفنا تعال نكلمه يا عم نعتذر له هو بيتصل الو السلام عليكم معاك جورج كرداحي من حلاوه المولد دلوقتي صاحبك قلت له لو قفلت في وش صاحبك كان يكسبك حلاوه المولد راح قفل في وشك على طول ايه الدنيا طب قول له يقفل في وشي ثاني ويجيب اثنين ونيجي ناكلها اهو انت هتكسب معانا ايه البتاع اللي انت بتحبها قول والله العظيم والله العظيم طب لا والله عجبك ان انت مش هتاخد تعالى ايه الاخبار انت شغال في بنك يا ريت امال ايه كنت شغال في بنك انا كنت شغال في بنك مرتب محترم جدا بالدولار الدولار اكتشفت ان في لعبه كده بتحصل في مع العملاء اختلاس يعني قروض ومش عارف ايه والكلام ده يعني انت اللي سبته عشان في شبهه بنك ايه اللي بيقبض بالدولار ده عايز اقدم اوبر يلا بينا تركن هنا يعني خير استنى زبون يعني انت بقى من الناس اللي هو بتفضل تقول لقد وصلت وانت ولا وصلت ولا حاجه اقبل الاوردر وزون مثلا بعد 10 دقايق افضل واقف مكان لغايه ما يزهق ويلغي هو انتوا انا مش هديك حاجه ايه هات لي بقى صوالي نمر العربيه دي تحب تدوق حلاوه المولد سبيك انجلش اي نيد جاست تراي حلاوه المولد فور فري طيب يا سيدي شكرا يا جدع ازاي دوقها تراي اي دونت نيد ماني يا جدع فري فور فري يا عم فور امسك الناس ما بقوش يثقوا في المصريين بجنيه بص ده مصري اهو تعالى يا برنس صباح الفل اخبط دي افتحها كده دوقها ان شاء الله فتحت يا باشا ب 35 جنيه ايه 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 ببيع يا حبيبي هو في حاجه لله طب بقى انت لا يا باشا مش هي بقول ايه قول لي كده بكام المصريين دول ما تثقش فيهم بجنيه ايه اكتر حاجه ما بتحبهاش في حلاوه المولد اللي هي المربعه دي ايه المربعه دي اللي هي مسكره الملبن اه الف مبروك يا باشا كسبت معانا ملبن عملاق الملبن برضه مبروك وهتلاقي وفرها عامل عروض في محلات تانية زي اكسبشن العلبه ال 25 قطعه ب 205 بدل 275 وبالنسبه للعلبه المعدن ال 30 قطعه ب 565 جنيه بدل 750 وكمان حلواني الدمياطي وعلبة الحلاوة 16 قطعة ب 150 بدل 200 جنيه وال 24 قطعة ب 260 جنيه بدل 350 وبس كده يلا يا باشا نخلع من هنا وبكده يكون الفيديو خلص اشوفكم الفيديو الجاي فهب هب 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 ه